لمحبي الثلوجي والباحثين عن عطلة شتوية مميزة، إليكم أفضل وجهة شتوية في العالم، إنها مدينة زيرمت السويسرية. فالمدينة صنفت كأفضل وجهة شتوية في العالم، وذلك لطبيعتها الخلابة وبحيراتها وجبالها الشاهقة، بالإضافة إلى مشاهد الثلوج الساحرة. زيرمت تقع جنوب سويسرا على الحدود الإيطالية على ارتفاع 1620 متراً مربعاً، وهي معروفة بخلوها من السيارات، إذ يتنقل السياح فيها من خلال باصات صديقة للبيئة وعربات تجرها الخيول. أما جبل ماترهورن فهو من أبرز معالم المدينة المميزة، ويبلغ ارتفاعه أكثر من 4400 متر، ويقال إنه الجبل الأكثر شهرة وتصويرا في العالم. فهل ستكون هذه المدينة وجهتك الشتوية لهذا الموسم؟